السلام عليكم. شفنا تفاعلكم الرهيب في الفيديو السابق حق 5 ألعاب تعاقب الغشاشين والمزعجين، فحبنا أن نسوي لكم جزء ثاني لتفاعلكم الرهيب. لعبة ماكس باين من أحد أجمل ألعاب الأكشن، وفي الجزء الثالث كان أول جزء يكون فيه أونلاين، وكانت تجربة حلوة في البداية لين جو المخربين والهاكرز وخرب المتعة اللي في الأونلاين. ولكن روكستار ما سكتوا وقالوا لازم نربيهم، بس كيف نقدر نربيهم من غير ما نعطيهم باند؟ لأنه إذا أعطاهم باند راح يسوي حساب ثاني وكأنه ما صار شيء. ولكن المهم اللي سووه إنهم أي واحد يغش أو يهكر راح يدخلون سيرفر خاص للغشاشين والهاكرز، يعني كل اللي في السيرفر كلهم غشاشين وهاكرز. يلا خلينا نشوف كيف تتخارج معاهم. لعبة سلندر مان والمشهورة برعبة، يعرفون اللي يلعبوا اللعبة مالك أي مفر من سلندر مان، حتى لو غشيت راح يجيك. طب وش يصير لك لو حاولت انك تهرب منه باستخدام جلتش؟ انا بقول لك وش يصير لك. في بداية اللعبة في زي البيت لو طلعت عليه راح تطلع برا الماب وتهرب، ولكن في النهاية راح يصيدك ويقول لك حتى بالجلتش ما يمديك تهرب منه. لعبة Gears of War من اصعب الالعاب اللي ممكن تطلع فيها الاتشيفمنت بالكامل، والاتشيفمنت نفس معنى التروفيز في السوني، ولكن الاتشيفمنت اللي هو في الاكس بوكس. وفي طريقة غير شرعية تقدر تسويها وتطلع لك كل الاتشيفمنت في اللعبة، لكن الطريقة معقدة وطويلة شوية عشان اشرح لكم اياها الان. ولكن بعد فترة المطورين عرفوا الجلتش وقدروا انه يصلحون الجلتش ذا، ولكن في نفس الوقت قدروا يحطون عقاب لمن يستخدم هذا الجلتش. والعقاب هو اذا صادوك راح يحذفوا لك كل الاتشيفمنت حق لعبة Gears of War وايضا الالعاب الثانية كلها اللي لعبتها على الاكس بوكس. وفوق كل هذا راح يكتبون على البايو حقك والحساب حقك شيتر بالخط العريض اللي هو معناه غشاش. في بدايات لعبة H1Z1 كان فيه هاكرات وغشاشين بالهبل، حتى بعد ما صلحوا اللعبة طلعوا المسؤولين في اللعبة وبندوا أكثر من 20,000 شخص. ولكن الشركة نفسها قالت إذا تبغون حسابكم يرجع لازم تسوون شيء واحد، وهو إنك تصور نفسك في فيديو وتعتذر قدام الخلق، تذكر السبب ليش هكرت اللعبة وترفعها اليوتيوب وتخلي كل الخلق يشوفونها، وتعطي الرابط للشركة عشان يشوفونها بنفسهم. ولكن مو هنا الفضيحة، الفضيحة بعدين نفس الشركة جمعت جميع الفيديوهات كلها وسووا فيديو يطقطقون عليهم وعلى أعذارهم السخيفة. والله أنهم رهيبين بصراحة، ما ينفع معهم إلا كذا بصراحة المخربين. في أونلاين Grand Theft Auto تصادف ناس كثيرين، منهم الطيبين ومنهم البطالين. والشيء الجميل انه روكستار تحاول قدر المستطاع على تنظيف الناس اللي ما عندهم اي روح رياضية، وايضا المزعجين في اللعبة، يعني يجيك واحد بس يفجر في السيارات ويستقعد لك وايضا يترك اللعب في وسط المهمة، يعني يسوي حركات خلينا نقول طفولية. المهم مثل ذولي الشركة راح تلبسهم طاقية اسمها طاقية العار، وهذا الطاقية ما حد يلبسها الا المزعجين ومخربين، يعني لو تشوفه من بعيد تعرف انه هذا واحد بثر ويسوي حركات طفولية. وايضا في حركة ثانية حلوة سووها الشركة لأي واحد يستخدم الجلتش اللي تقدر تاخذ سيارتك اللي في القصة وتحطها في الاونلاين. اذا سويت الجلتش هذا راح يخلوك تستمتع بالسيارة اللي دقائق معدودة بس، بعدين فجأة راح تلقى السيارة تنفجر وانت داخلها. بس بصراحة هني روكستار تعرف كيف تربي هذول المزعجين. كذا نوصل لنهاية المقطع، ان شاء الله عجبكم المقطع، واذا عجبك لا تنسى الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة. كان معكم اخوكم مران الحازمي، ونشوفكم في فيديو اخر، ومع السلامة.